السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم بالجنة يا رب العالمين. موانا مواكم مقطعنا لهذا اليوم برعاية اي سي ال. طبعا يا جماعة الخير كلكم تدرون انه كود فانجارد انزلت الان، صارت شراكة يا جماعة الخير بين شركة تي سي ال وفانجارد. طبعا اللي ما يعرف تي سي ال هي من افخم واقوى الشاشات والتلفزيونات الموجودة حاليا، في شاشة خاصة بالجيمرز بذكر لكم مواصفاتها، لكن الان راح اعرض لكم اول شاشة من تي سي ال. طبعا الشاشة الاولى ميني ال اي دي اللي هي تدعم 8K، مو 4K نشوفه واضح مرة، لكن هذه دبل 8K، ما أتوقع أنكم تحصلون أوضح منها من ناحية الوضوح والبكسلات. والشاشة الثانية تكلمت لكم عنها اللي هي خاصة بالجيمرز ميني ليد 4K. طبعا يا جماعة الخير الشاشة هاي تدعم وضوح 4K، يعني مرة واضح. أدري أن عندكم جميع أنواع الأجهزة اللي تدعم الجيل الحالي، لكن الشاشة هاي تدعمها كلها من الأخير يعني. طبعا يا جماعة الخير الشاشة تدعم 120 هيرتز اللي هو تردد سرعة الشاشة بالاستجابة والفريمات، الخاصية مهمة جدا جدا للجيمرز واللي يستخدمون الأجهزة الحالية. وفي خاصية مرة جبارة بالشاشة يا جماعة الخير وشي اللي هي جيم ماستر، ومن نفسها يا جماعة الخير ضبط لك أفضل إعدادات باللعب وخاصة كود فانجر. وبرضه تدعم البريسينج، الشاشات جدا جبارة من ناحية وضوح، من ناحية قوة، من ناحية تصميم. في خاصية مرة حلوة بالتلفزيون اللي هي دولبي أتموس اللي هي تعطيك صوت محيطي وتعيشك جو باللعبة، شيء مو طبيعي. والشاشة الأخيرة يا جماعة الخير اللي هي QLED 4K، غير إنه يدعم 4K جميع شاشات الكيوليد يعطيك دقة باللمبات والوضوح، وكل التلفزيونات يجون بنظام أندرويد. واستمتعوا بلعبة كود فانجارد على أفضل تلفزيونات من تي سي إل اللي هي C728 بدقة 4K، برضو تلفزيون كيوليد نظام أندرويد ويدعم 120 هيرتز، خلي اللعب سلس ويدعم أجهزة الجيل الحالي، ونظام 2.1 أونكيو وسماعة أمامية تعطيك جو سينمائي مرة حلو. نبدأ، خليكم على المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة الخير، الله يسعد هذا الوجه. قبل نبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك، الله يرضى عليك. اشترك يا بعد قلبي، اشترك يعني بس زر واحد يعني. شاهد موضوع من زمان ما نزلنا منقص، اليوم يا ذابح يا مذبوح. طورنا لهذا اليوم طور المهرج، بس المهرج مو اللي يضحك الناس، المهرج الشرير. ممتاز، بسم الله. طبعا يا جماعة الخير طور المهرج هذا وش النظام؟ بسم الله، انا مبوستر طبعا الان، هذا مثال اتحول. اذا تحولت المهرج الشرير احط بالونه هنا. نيكسيمز صهيب، واحد واحد منكم يمر من عند بالونه، ايوه يوقف 5 ثواني، اي واحد يمر من عند بالونه يوقف 5 ثواني. الخاصيه الثانيه ايش؟ الخاصيه الثانيه تكون داخل بنت او الايف، ايش اسمه هو، بنت صح. هذا صهيب وش تسوي؟ اكون داخل بسم الله يمه. بسم الله يلا نبدأ. يا أخي أنا كل ما خلص هذا ألا يجيني القاتل، ما أرتاح لهذا. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، الحمد لله هدي يطقع النور. ما له بري، ما له بري، أحس أحس بري بيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوني يا جماعة الخير. ميوت رايد. معلش، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، أنا أكبركم في هذا المجلس، صحيح؟ أكبركم عمرا. فلذلك يا جماعة الخير، عندي حس أمني، يعني أعرف، يعني أفهم. نيكسيمز أنا ما ارتحت له يا جماعة الخير، لأنه يوم الكهرب طافي كان واقف ينتظر أي أحد يدخل، فيبي يطعنه بالسكينة. أصبر. إيه نعم، فلذلك لازم تضربون فيني وتطلعون نيكسيمز. خلنا نتكلم، خلنا نتكلم. تفضل بلد، تفضل. ما قدرت أتحرك لمدة 5 ثواني، أنا لاقم الفخ، عشان كذا ما أقدر أسوي. ممكن كذا نظامك يا نيكسيمز. ممكن. بس إيش رأيكم يا جماعة الخير، تسمعون كلامي ولا تسمعون كلامه؟ أنا والله لا أسمع كلامك ولا أتفق معك. رايد هذا نقطة. رايد رايد. حد يبرر يا عيال ليش ما بيسمع كلامه؟ يلا. لأن يا واحد من الاثنين، يا صهيب يا رايد، ما أدري وش اللون. وش؟ قاعد يدخل. إيش دخل؟ صهيب ولا رايد؟ إيش دخل؟ وحنا عندنا بطاقة.
اوثقوا فيني اوثقوا فيني وطلعوا نيكسين. طيب حط علي بيكسوس رايد. يلا بيكسوس بيكسوس كيف يلا يلا بيكسوس يلا سكر 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 سكر. ما في حد مات يا جماعه يا جماعه وحده الله ما حد مات حرام. ايوه لازم الحس الامني معليش يا ما اعجبني نيكسين. انا اثق الكلام رايد لا تاكل من بوستر كذا مع بعض اخويا. ما 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 يا رب يا رب يا رب يا رب يا تكوان يا تكوان يا رب يا رب قبل يا رب منو 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 صهيب توقع صهيب ولا ايه تا تا تمي تمي شوفه أتوقع أنه صهيب عيال أتوقع أنه صهيب والله أعلم ودي يضغط الله لا لا الله يا شرايد إيش فيه في موضوع السلام عليكم يا جماعة الخير أموركم طيبة الحمد لله بخير وبخير أنتم يا ولد صهيب أنا ما ارتحت لبعد مين صهيب يخوفني خوفني كذا كأنه راح يمين فجأة جاني من عند جاني مهرج بس ما ذبحني زبنت انا بس انه ما ادري ما ادري هو ولا بس رايد حبيبي انت بتعرفني لو انا قاتل بتلاقي هذا العدد هلا موجود ايوه انا مستغرب من كذا هاي مستغرب منه والله والله يا انا ضغطت احسب في ثلاثه ميتين انا بريء ركز هذا اكبر دليل اني بريء ما حد مات بسم الله على بركه الرحمن يا رب العباد ويني منه انا شاك بصهيب بس صهيب يا عيال يذبح كثير عندكم يا صهيب يا شو اسمه صهيب او نكسيم زوحد منهم اي من اللي طفي ذا نكسيم ساكت انا يخوف يمه الله اكبر يا ساتر نكسي ام زبوري حمات يا اخوان يا ساتر عليه صوص هذا القاتل ما في يا عيال يا عيال نكسي ام كان كان واقف كان واقف على هذه فالقاتل المأجور كان جوا فذبح نكسي ام انا اسف انا شايفه طلع المهرج جوا وين ذبحها والله شايفه في الكهرباء طلع على الغرفه يبي يذبحني ذبح مساكين ذبح مساكين رايد شفت امي نزلت تحت انت ايوه انا وراك المهرج انا ورا رايد بالضبط اللي طلع بالمهرج اللي غفط رقبته يا ولد عيد انا اقنعني عيال عيد اقنعني صراحه ماني فاهم انا اثق في رايد انه مبهول الرايد كان معي في الكهرباء وطالع تحت انا كنت في النافيجيشن يا اخوان كنت مسالم ادي مهامي طيب عيال اسمعوا اسمعوا لازم لازم اسمعوا 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 تذكرون قبل شوي الجيم اللي قبل مين كان القاتل سرط ليش يذبحنا؟ خلنا ناخذ حقنا الحين طلعه. ما ارتحت العيال ما ارتحت الرجال مين كنت ساكت ساكت ما يسولف اسمع شاك في سلطه بحاله واحده لان نفس الجيم شوف شوف عشان نلعب اصول احنا سبعه لسه ضايل والله كثير ما ضحي بكرومي انا اقول ضحي بسلطه بسم الله سويت انا سلطه لا 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 ضحي ببرياء رايد حرام عليك يا اخي ما ادري خايف منه يا عيال ساكت يخوف طب اذا مش هو قاتل إذا هو مش قاتل شو لك تسوي يا رايد؟ الدم يا عيال معليش والله ما أدري لونه ما عجبني لونه ما عجبني رايد هدي رايد قلت لك واحد ريح الدم واحد لونه ما عجبني شو التبريرات هاي يا جماعة يلا صوت سلطة يا عيال الجيم اللي سكب صوت على عيد شعره ما عجبني لا يا عيال ايش هذيك طلعه غبي مسكين ذبحه قدام لا تكفون يا عيال طلعونا سلطة صوتوا نضمن ثلاثة صوتوا معي واحد منهم قاتل دفن يا رب صار الله يخوف شوي
صوت عالي هذا صوت عالي دائما تضبط هيت هيت ايش هو دقيقه دقيقه واقف ايش انت بالضبط ايوه انا واقف بشوف لقيت عيد واقف قلت ليش واقف عيد شبي ايش مسوي هل هو متعول مو متعول ما ادري لا بحذرين عيد ركز ركز يا اخوان انا عيد عنده جثة لقيت جثتين عنده واقف هو يا اخوان انا كنت اصلح حقه اليد ابي اتحرك ما قدرت اتحرك بس اليد شغاله علي ما شفت جثتين تحتي ما انتبهت لها كيف مستحيل تحت الجثتين مستحيل انا كنت اشتغل انا دخلت شوف عيني كانت عندي جثتين اي والله انا وقفت بقول ابشوفك انت هل تتحول على طول بضغط هذه فهمت ثواني كيف بقدر ادبل كيف دبل اي صح شلون تدبل كيف دبل حط تراب شيء ولا حاجه ما ادري التراب يوقف ما يذبح طيب التراب اقدر اوقف انا على الخاصيه يا ويلي عيد سوى حيال ما يدري رايد شفتها كيف شفتوها رايد ريدكس برأه صح ولا نكسمل برأه سلطة ساكت ليش من اول انا ماني انا ماني مرتاح سلطة يا لني مسالم سلطة اتوقع نفس الجيم اللي صار ساكت يا اخوان ويقتل وساكت صهيب عند جثتين بدك ترميها اها صهيب ركز معي بتوثق فيني ولا لا من الاخير معك طلع سلطه خلاص انت الجيم طلع انا قلت لك يا رايد طلع سلطه انت الجيم من عندي من عندي انا شايف الجثتين عند عيد صح سلطه قدام تبغى برلن لو طب ليش ما يكون عيد لا لا عيد ما يعرف يا رجال يقول لي يمكن ذبح بالونه ما يدري عيد ذبح اثنين ورماها علي كيف عيال كان بزمن يا سلطه يلا بس يلا طلع هذه حركاتك يا سلطه من الجيم اللي طافت تسكت و متوتر هو اصلا ابلع ابلع شو كوتل لا مش كوتل عليك مش معه حرام يلا يلا مين رايد لا رايد بريء دفن 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 ولا ما يدخل وشو صايب بريحة صايب ابو ريحه صايب والله انه صح صح صايب صايب غرني غرني من في الكامات انا بالكامات انا بالكامات لا تخش في عين البكامات ما شفت احد انا بالكامات ما شفت احد يا عيال عيد عيد الزون مو فلوتو انا من اول الجيم رحت على اليسار رحت على الكامات لانه خلصت مهامي رحت في الكامات واحد قدامي انا بالكامات مخلص بمهامي كلها بالكامات لحظه ريدكس ريدكس لحظه انت يا ريدكس ربحت التصويت صح اي على طول طيب طلع محمد انا ماسك الكامات وصهيب يقول ماسك الكامات انا بصوت على صهيب وصهيب يصوت علي وانت يا ريدكس افصل ثواني 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 قبل ما ريدكس ريدكس اسمعني 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 خليني احكي كلمتين عندي ما لهم ثاني ايوه يعني عليك اسمع كثير منيح كلامي قبل الراوند هذا اللي صار دبل كل لما انا دخلت ولقيت الجثتين كان رايد فوقهم وكمان عيد موجود ورايد راح صوت عمين على المسكين سلطة والقاتل الحقيقي كان عيد لانه فوق الجثتين كان وبحكي لك قلب البالون دبحهم ولا شو بيسوي حاله انه ما يعرف اشي طيب ببرر ما دام معنا عيد اسلم ببرر سريع لو اني انا القاتل الجثتين هذه كان ما وقفت عنده كان زبنت دخلت في الافنت ليش اوقف اهبل لا قلت القدام بدك تدبر كمان مره زي ما عملت بالراوند اللي قبل ادري عاد انت الفاصل يا ريدكس يا كان يدبل كمان مره وما لحق دبل بالراوند الما وين انت اخر مره شفتك طالع من سيب الادمن بالكامات
يا رب. يا رب اللهم ارزقنا بقاتل. يس اه ما والله اني خايف يا عيال، والله اني خايف ورب الكعبة اني خايف. بسم الله بسم الله. طيب هنا كيف اقفل الباب؟ ضيعت هنا وين اقفل البيبان؟ هذه ها. اصبر اصبر اصبر، ابغى اتحول واحط بالونه هنا. يما يلا اهرب اهرب، خليني بسم 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 بسم. يا ربي يا ربي يا ربي، كله بشفاني كله بشفاني. يا رب يا رب يجيك، يا رب يجيك، ايش اسمه تحدي صار. يا رب تعال 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 حبيبي تعال. تعال يا برو تعال. زاوة اي 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 خذ. قدامي قدامي انت انت فراسه ودخل في الفنت على طول اختفى. ما ادري ما ادري ما ادري مين هذا اللي ذبح صهيب. وين ذبحه وين ذبحه؟ قال عم شو اسمه الكتريك. ايه انا اقول سلطه. لا لا امزح امزح امزح. اي شيء اي واحد انك بسلطه. تعال اسمع عشان تكفون يا اخوان يا اخوان. لا ثواني ثواني ركز ركز. ما كنكم ما كنكم عيال وين؟ انا اقصى اليمين تحدي صاروخ ذاك القهر. حلو عرفته فوق لوتو. وانت يا معلم وين لقيت وين لقيت لقيته؟ طيب انا وش اسمه ريدكس طالعين من الادمن رايحين فوق. حلو يعني انت انت عيد تبري ريدكس صحيح؟ اي بريه انا بريني هو بس انا ما بريه انا ما بريه. ليش؟ انا عندي اتهام واتوقع انه 100%. انا شايف توفيق رايح عند السكيورتي ممتاز. حلو طيب. والمهرج ابن المهرجه طلع من الفنت وذبح ذبح صهيب ورجع الفنت، فواضح ان توفيق توفيق خلاص. طيب طيب يا اخوان خلينا خلينا نبرر يا اخوان. معروف في ريحه من بدايه الجيم ما عجبني معروف. طيب اسمع اسمع يا اسمع ركزوا. من الواضح انه كل واحد يصدم بالثاني، فخلونا نسكم وركزوا. لازم نظم النظم لازم نظم مسروق. بس تصدقوني هذا فنان فنان مظهر صهيب عياله فنان، لان صهيب خطير وبي يخلص عليه بدري. يلا ميوت الجميع ميوت. لازم تركزون معي. ريدكس عيد قال انا ضامن ريدكس. ريدكس قال اوكي انت ضامني بس انا ما ضامنك. هذه نقطة ممتازة جدا. يعني اذبح مين؟ اذبح ريدكس اذبح ريدكس واقول تذكرون يوم ريدكس قال عيد مو مرتاح. حلوة دي بسم الله. سكر الباب. كيف اسكر البيبان؟ سكرت الباب كيف من وين؟ يما من كثم انا ورب الكعبه ايش في
مستحيل كذا رايد ركز. سلطة ما يعرف تكبر تكستان هنا تعال هنا تكفى. يلا بس يلا روح يا بوي. بسم الله 2-1. طيب سلام عيال عليك. ارجوكم عيال توفيق. ثواني يا عيال خل اي تخلي صرت اتكلم. جيت دخلت جيت وش جابك حبيبي. يلا اسلم اسلم زين ترى في اللي في بالك يا سلطة ولكن ترى غلط. اسلم اسمع كلامي. دخلت الادمن ما كان فيه اي احد كان ريدكس موجود حلو وطب عليه توفيق ومشى على طول. لا ما تدور عليه توفيق مشى خلاص بريتك. يا توفيق شكرا يعني توفيق بريء. اي مش طيب يا عيال ركزوا معي جماعه الخير جماعه الخير اسمعوني قولوا لا اله الا الله صلوا على النبي. لا رائد انا قلت له كلمه انا خايف يقولها وانا انتظر الحين يقولها وش هي. لحق توفيق. طيب الادمن اللي ولقى قدام البنت ريدكس جثه حلو عندنا الان ايش ثلاث اسماء مين عيد رايد معلو حلو يا سلام. لا طيب طيب خلنا بسولف عيال ركزوا معي خلونا نرجع للماضي شوي. عيد إيه؟ قال انا ضامن ريدكس ضامنه. وش قال ريدكس؟ قال انا ماني ضامن فانا ما ادري انت في احد بقول لك انا كنت في الادمن قبل شوي. اسمع انا كنت في الادمن قبل شوي طيب الجثه ما شفتها حرفيا ولكن سلطه دخل انا كنت اسوي الابلود وفي زي البالونه ما ادري بالونه وفخ وقفت عند الابلود سلطه كان انا اقول سكب يا لان اسست على سلطه لان سلطه كان عند الجثه. انا سويت يا شباب انا عليكم انا اللي سويت والله انكم ميوت يا عيال ميوت يا ابني حط علي معلومه يا رب ليكون انا متحول اشوا سقل لهم شيء نيجونا وعطهم شيء ممتاز. يا رب تعال من عندي يما. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله بارك الله فيكم يا اخوان. اول شيء الحمد لله اللي قتل ماله انا اشكر واعطيه قبله اللي قتل ابو ريحه يستاهل والله انا يستاهل. طيب اسف لك انا ضامن عيد مره احس اني ضمنت عيد الحين قبل شوي كنت شاك فيه بس اني ضامن عيد علي وعلى عيد بس علي وعلى عيد. طيب دقيقه سلطه انت ضامن سلطه النقاتل ولا لا ولا ما تدري؟ انا جاي نفسك توفيق جاي من جهه ما تبرر نفسك. ثواني حب شوف اسكب عيال اربع والله ما ادري اسكب عيال سلطه بيذبحني والله اني اقول لكم استغفر الله. ميوت تربطني وجاني قولوني يرتفع احس اني انا بموت الحين. يا الله وش الصوت هذا يا التليفون وش الصوت هذا يا ابو ريحه قهر أنا وشو؟ أيوة والله طبيعي. يمشون. إيه تعمل نفسك طبيعي شوف. Come on, baby. يا ربي.
يا اللهم لك الحمد يا رب يا رب مو منك الله العظيم مو منك يا المهرج